أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقلنا أن كم تدل على الشيء الكثير الذي لا يحصى، تقول كم فعلت كذا وكم فعلت كذا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يريد الله في هذه الآية أن يدلل لهؤلاء الذين قالوا هذا القول أنهم حنقى لا ينظرون إلى واقع الحياة الدنيا ليروا من كان أعز منهم مكانا ومكانا وكيف صار الأمر إليهم. فلو أنهم فطنوا إلى هذا لعلموا أن هناك فارق بين وجود النعمة عندك وبين ضمان أن توجد عندك. الممد هو الذي يقدر على أن يعطيك النعمة وتتوالى النعم من عنده ما تنفدش. لكن إذا كنت أنت ما انتش واهب يبقى سيب الواهب هو اللي يحدد زمان النعمة معك. وخذوا واقعا من واقع الحياة حولكم وكم من قرن كانوا أحسن منكم أساس وأحسن منكم رئ. وقلنا إن الأساس هو فراش البيت، وهذا أمر يتناسب مع كل إمكانيات واحد. ورئي الرئي حاجة اسمها على وزن فعل والمراد بها المفعول. تبقى رئي يعني مرأة، احنا نقول وفديناه بذبح عظيم. يبقى ذبح يعني ايه هنا؟ يبقى مذبوح. يبقى فعل تأتي بمعنى ايه؟ مفعول. تبقى الرئي هو المرء. في قراءة تانية احسن اساسا وزية. طب ما هي برضو الزي يبقى مرئي، بس المرء ده اتنين، اللي لابس الزي والزي نفسه. يا نظارة بيبقى عندهم احساس واحساسا، المرأة بتاعه جميل كده شكله فيه نظارة، شعره مرطل كده بالطيب ومش عارف ايه، وده كان بقى شعص غبر مقطعين الهدوم، يبقى ده احسن ايه في المنظر. فقال احنا اهلكنا ايه؟ وناس قبلكم كانوا احسن منكم اساس واحسن ايه؟ ليه؟ ام قالك لان الذين بلغوا في الحضارات مبلغا عظيما. الناس المعاصرين دلوقتي كانت في حضارات متعددة، حضرت الصين، حضرت مثلا مصر القديم، حضرت مثلا الرومان، كل دي حضارات. ذهبت هذه الحضارات ولا ما ذهبتش؟ طب إذا كانوا قد بلغوا من الحضارات ما بلغوا، ألم يستطيعوا أن يبلغوا شيء يضمن لهم دوام الحضارة؟ ده دليل على أن في حاجة تانية إيه؟ أقوى منهم تزيل هذه الحضارات وكأنها غير موجودة، اللي احنا قلناها إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد. عاد وإرم ذات العباد دي لم تكلف الحق سبحانه وتعالى إلا أن تهيج عواصف الرمال عليهم فتطمر حضارتهم كده. وبعدين يدينا برضو دليل على صدق هذا، إن مثلا في رمال الأحقاف تمشي القافلة فتهب عليها ريح، وتهب عليها الرمال بواسطة الريح فتغطي القافلة بأسرها. فمسألة سهلة أوي يعني. احنا قلنا زمان القرآن فيه ألفاظ كان قبل العصر الأموي ما كانش الكلام بينقط، يعني النبرة كده كانت تتقري ايه؟ نون، وتتقري ت، وتتقري س، وتتقري من تحت ايه؟ ب، وتتقري من تحت ايه؟ ياء. النبرة الحرف التصويري ده يشمل ايه؟ معاني كتيرة، ينطق كتير. وده كان معتمد فيه على فصاحة العربي، ساعة ما يقرأ معرفته بمواقع الألفاظ يحدد الايه؟ يحدد المعنى. أهرئيا وزيا تتقري كده وتايه. لكن لما تيجي تقرأ ما تبعدش. ولذلك لما جابوا واحد مش حافظ القرآن وبعدين جابوا له القرآن كده مش منقوط قبل ما يتنقط، وما هو النقط والشكل ده جي بعدين، إنما كان الأول لا نقط ولا إيه شكل، اعتمادا على مين؟ على ملكة العربي. ولذلك العربي القديم إذا كتب إليه إنسان كتابا وشكله يزعل، لأن معنى يشكله كأنه بيتهمه بالغباء، وإنه إزاي ما يعرفش يقراها إلا مشكل، يعني أنا أقراها من غير ما يشكل ومن غير ما إيه ما يتنقط. مثلا لما عرضوا عليه القرآن غير مشكول أرى مثلا في قوله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله إيه صبغة، أهي هي إيه؟ الصاد تنقري إيه؟ صاد
وضاد صح، ادي واحد. والب تتنقل ايه؟ ب و ي ونون وت وس. انما العربي لما يجي يقرا يقول ايه؟ هيقول ايه؟ صيعته. ما فيش حاجه في اللغه اسمها صيعته، ما فيش. اللي تيجي هنا تبقى ايه؟ صبغه وصنعه. تبقى قريبه منها ولا لا؟ صنعه الله ومن احسن من الله صنعه، هي هي. تمام ولا لا؟ يبقى ما يبعدش، ما يبعدش. يعني ايه؟ يعني برضو يجيب. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عندنا كم حرف منقوط؟ الفه فيها نقطه مش كده، والت اذا نقطتين، وب وايه ونون. شوف بقى قادر النقط دي على الكلمه. لما ارى غير منقوط قال الف تثبتوا. ما هي هي تبقى. اذا العربي بملكته يستطيع ان يقع على اللفظ ايه ونون. ولذلك اللي الف في اللغه ايه كتب اللغه دي والقواعد، ما فيش يوم واحد عربي ألف وألف حاجة، لأن كان العربي يستنكف إنه يألف. يقول لك ده ملكة، هي ده عايزة تعليم، دي مش عايزة تعليم. إنما الأعاجم لما دخلوا لازم يتعلموا، يتعلموا دي القاعدة، ده فاعل مرفوع وده مفعول منصوب ودي تنجر ودي مش تنجر ودي تعمل. إنما العربي ما يعملهاش أبدا، كل اللي دونوا فيها إيه؟ أعاجم. في لقطة من لقطات القيامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه. الأعراف اللي هم الجماعة إيه؟ اللي لا دخلوا الجنة ولا دخلوا النار. الأعراف الحتة العالية اللي بين الجنة إيه؟ بين الجنة والنار. دي السلسل. ودول إيه؟ قال لك ده القسمة العقلية، لأن الله حينما قال أما من ثقلت موازينه وأما من خفت، يبقى جاب لنا إيه؟ حالتين من حالة الميزان. والميزان بصوره العقلية ثلاثة، تسخل الكفة تخف الكفة. طب يتساوي؟ ما جابلناش التساوي. قال فأما من ثقلت إيه فهو في عيشة، وأما من خفت موازين. طب يا رب أين التساوي؟ إيه التساوي؟ جت في آية الإيه؟ الأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا إيه؟ بسيماه. كلا يعني أصحاب الجنة وأصحاب النار، الواحد معروف بسيماه. وهناك آية تانية لم يدخلوها وهم يطمعون، دي آية تانية. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. قالوا بقى للجماعة الكفرة انتوا كنتوا بتقولوا عليه على دول، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اللي على الأعراف بيقولوا المين للي كانوا بيستهزئوا بالمين؟ بالمؤمنين، ان احنا مجتمعين وان احنا كسار وان احنا كذا، وما لهم ما أغنى عنكم ايه جمعكم وما كنتم ايه تستكبرون به. طيب اهؤلاء، التفت بقى بيخاطب جماعه ويشير الى جماعه، اهؤلاء يعني المؤمنين اللي في الجنه دلوقتي، اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته؟ هم دول اهم. شوفوا هم فين وانتم فين دلوقتي. يبقى المقياس ما تقص الوسائل، انما قص الايه الوسائل مع الغايات. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ليه؟ قال لأنه كل ما يمد له فئة في الضلالة، الرب رب للجميع، رب للمؤمن ورب للكافر. ولذلك قال للأسباب اللي خلقها في الدنيا اخدم المؤمن، ولا قال للشمس اطلعي ده وسيب ده، المطر ينزل ده ويسيب ده، الارض تدد ده، اللي يحصل الاسباب ياخدها، لان بحكم ايه الربوبيه، لانه رب لمين؟ رب للجميع. ولذلك الكافر يعين، زي ما بيعين المؤمن بالنصر برضه يعين الكافر بمراده. ازاي يعني؟ في قلوبهم مرض، يقول لهم انتوا حبيتوا المرض، يعني المرض ده كويس بالنسبه لكم؟ ما دام كويس بالنسبه لكم انا رب اعطيكم اللي تحبوه. فزادهم الله مرضا. يبقى رب ولا مش رب؟ ما دام عاجبك كده، عاجبك الكفر ومبسوط منه، ختم الله على ايه؟ وجعل على ابصار. مش انت بتحب ديا؟ خلاص انا سيد اجيبها لك، خد اتفضل. كان الله حتى في عون مين؟ في عون الكافر، عايزه ياخد. مش انت مش عايز الكفر ومبسوط منه؟ انا حافظ على قلبك، لا اللي جوه من الكفر يخرج ولا اللي خارج من الايمان يدخل عشان تنبسط. نعم. كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. في الدنيا الفانية دي، من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث.
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. بس ايه يفهم وما له في الآخرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. لك في آيات أخرى يقول لك ياك تعجبك أموالهم وأولادهم، اوعى تنفتن بالأولاد والأولاد، ده ان ربنا عاملهم عشان يعذبهم بها في الدنيا والآخرة. يعذبهم بها في الدنيا سعيا في جمع المال ومتاعب في تربية الأولاد، وبعدين ياخد المال يجي له حصرة، ياخد ابنه يعيه يجي له حصرة. ده انا عايز اعذبهم بهذا، انا مديلهم دي علشان ايه؟ ما تعجبكش هذه الاموال، ده انا اريد ان تزهق وهم كارهون. نعم. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. طب ازاي مديله مدا؟ ام قال لك لان الرب وعبده عايز كده، يقول له خد يا سيدي معه. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه. العذاب يعني ايه؟ يجي نصر بقى للمؤمنين على الكافرين في الدنيا. إما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا الإيه يرجعون. وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. في الوقت ده بقى إيه؟ ولكن المعرفة دي ما عادتش تنفع، لأنه لا استئناف هناك لإيمان، انتهت المسألة. يبقى النكاية تيجي في إيه؟ في إنك أنت يمكن في الدنيا تؤمن، انما لما تحصل حاجه في الاخره لما خلاص انتهت المساله. فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجي للمؤمنين يقول لك دخلنا معركه، واحد يقول انا كان نفسي اقتل مين؟ خالد بن الوليد، كان نفسي اقتل عمرو بن العاص، كان نفسي اقتل عكرمه بن ابي جهل. يقول له انت كنت عايز تقتلهم، لكن اصل ربك مدخرهم ليكونوا سلوفا لك. خالد بن الوليد بقى سيف الله المسلول، اكرم ابن ابي جهل، ابن ابي جهل الله يجي يقول لسيدنا خالد بن الوليد اللي يرموك وضرب ضربه ظن انه ميت فيها، راى على رجله وقال له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ اهدي. طب كنت عايز تقتل ده ليه بقى؟ انا عايزه انك لو شهدت يوم القندمه زعلان قوي، اذ فر صفوان وفر عكرمه ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا ماما لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني زعلان اللي ازاي عكرمة يفر منه، ده فر منه ليك لمصلحتك، يبقى اللي نجا جاي لخيرك انت. نعم. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، لأنه يقول لك الجنود ايه يعملوا ايه الجنود هنا هناك. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. قال دي هدايه. شوف شوف التهكم، اهدوهم الى، خذوا بايدهم ودوهم الايه، فاهدوهم الى صراط الجحيم. وبعدين يبص لهم للمنكر يقول لك ما لكم لا تنصرون، ما كده شطر منكم شطرتوا كده، بل هم اليوم مستسلمون. واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون، قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. قال لهم لا، يعني تجينا من ناحيه انكم اقوى منا وترغمون على الكفر. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتم قوما طاغين. وبعدين جبنا لكم تشويره كده جاتوا ويانا، انا عملنا لكم حاجه. ولذلك هيقعدوا بقى يقولوا ارنا اللذين اضلانا من الجن والانس. ومتعتهم الكفره من املهم انهم يشوفوا مين اللي اضلهم من الجن والانس، نجعلهما تحت اقدامنا. لا يا اخوان، العذاب مش باقدامك، العذاب بمين؟ باخذ عزيز مقتدر النهارده. حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا، اللي هي برضو الآية بتاعت سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار إيه جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل إيه وأقل عددا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لقول زمان إن الهداية تطلق بمعنى إيه؟ معنى الدلالة على الخير وبيان طريقه، ومعنى المعونة. فاللي يؤمن بالله يبقى خد الدلالة الأولى، صدق ربنا في الهداية إلى طريق الخير. لما ربنا يقول له أنت صدقتني في دي أنا أعينك على التانية بقى هناك. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة. يعني هو قال إيه، هو قال إيه يعني القرآن اللي أنت بتقول عليه، بيستهتروا بالإيه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، اللي فيها من الكفر ما يخرجش واللي خارج منها من الايمان ما يدخلش. واتبعوا اهواءهم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زي ما زود المنافق مرض على مرضه
يدي ده برضو أنهم كلهم عبيد وده حبيب دي يلا ماشي لك يا سيدي. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أهي والباقيات الصالحات دي الغايات اللي احنا بنقول عليها، ساعة ما تشوف السبل الشاقة اقرن السبل الشاقة دي مع الايه؟ مع الغاية المسعدة. تقوم تعمل ايه؟ احنا قلنا الرجل اللي راح السباق وقعد يعفر نفسه ويعزق ويعمل ودوك قاعد نظيف ومش عارف ايه، وبعدين وهو جاي بقى كده ما يجيب الغلة كده والتبن والمش عارف ايه والبتاع، ولا يدخل بالخيار الحلو والبامية والملوخية والبصل مش عارف ايه، هذه الغاية. نعم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، أي خير فيما ترد إليه. نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب من هو الشخص اللي قال كده ومعروف لمن خوطب بهذا الخطاب؟ وربنا ما قال لناش من هو علشان يصح أنها تيجي لنا في حياتنا. اللي يقول مثل هذا الكلام لو كان يشخصه تبقى تقول ده هي كلمة وقالها صاحبها وخدوا على، يقول لا ده المهم إيه الكلمة اللي تقال من هذا، سواء كانت معاصرة لك انت ولا كانت معاصرة لمين؟ الرسول. أفرأيت يعني انت ما شفتوش، كأنه يستدل بالمنظر اللي شافه على القضية اللي هو ايه. طب هو قال ايه؟ أمية بن خلف الجمحي قال انا دلوقتي عندي مال وعندي اولاد، وبعدين برضو لو ياما تقوم زي ما تقولهم برضو هيبقى عندي ايه؟ عندي برضو هذه. طيب هل القرآن رد عليه؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني امتى؟ يعني ان صحت ان تقوم الساعة. هم بيقولوا ايه؟ مش مستيقنين ان الساعة على فرض انها قامت برضو عن ايه؟ ما هو الحوار اللي حدث بين ايه؟ فاضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناه وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مش كده ولا لا؟ وقعد بقى الحوار إيه، وقال على فرض إن هتيجي الآخر برضه هبقى بالشكل ده، وقال له أنت كفرت بالذي خلقك وأنت مش عارف إيه، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله إلى آخر الإيه القصة. وبعدين ربنا وراهم الاثنين، ورى دي ان كلامه كان كذب وخلاص وانتهت الايه المساله، وورى الثاني ان الكلام اللي قاله ده كذب وانت صاحب الحق والايه والسيطره. ولذلك فعسى ربي ايه ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له ايه واحيط بثمره فاصبح يقلب كفي على ما انفق فيها وهي قاويه على ايه على عروشها. يبقى إذن اللي قال لأوتين مالا وولدا نقول له الكلام ده تقوله لو كنت تقدر تصون اللي عندك، لو كنت تقدر تصونه، إنما يصونه من وهبه، ومدام ربنا هو اللي واهب يبقى يقدر إيه يبقى ياخد. ولذلك لا يعتز الإنسان إلا بما كان له في ذاتيته شيء، ولا فيش عندنا في ذاتياتنا إيه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من. يبقى إذن المسألة الصيانة للإيه؟ للي يعطي، وما دام أنت ما جبتش لنفسك، إذا كنت أنت تجيب لنفسك كنت تقدر تصنع، ما تم ما تقدرش تصنع تبقى مش بتاعتك. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، نقول له بقى أنت بتقول الكلام ده كده من عندك كده يعني متطوع لنفسك بالكلام، أطلع على الغيب يعني كده بص كده وطلع وشاف الغيب، لقى أم اتخذ عند الرحمن عهدا. ما يقولش الكلام ده لأوتين مالا وولدا يعني في المستقبل بدل اللي هيروح له، إلا إذا كان حاجة من الاثنين، يا شاف الغيب يا من يملك هذا قال له اداله إيه اداله عهد. ولذلك هناك الآية تقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون أم لكم أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم، من اللي ضامن لهم الحكاية دي؟ فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشفوا عن ساقن ويدعون إلى السجود إيه فلا يستطيعون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ العهد معناه
الشيء الموثق بين اثنين. الاثنين من المخلوقات عندهم اغيار، يمكن يتعاهدوا على حاجة ولا يقدروش ينفذوها الاثنين، او واحد يقدر ينفذ والتاني ما يقدرش ايه ينفذ. انما مين اللي ما يخلفش العهد؟ اللي ما فيش قوة تانية تبطل، ما فيش الا هو بس. يبقى اللي يدي عهد يبقى مين؟ هو بس الله. انما انت بتدي عهد يبقى صالح بانك انت توفيه، وصالح من ايه؟ ما توفيش. انما العهد يبقى يكون من الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الامام علي حب يعني ينصحه نصيحة بقى كده، قال له يا علي ادعو الله ان يجعل لك عهدا، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. يبقى ما دام ربنا يدي عهد يبقى ايه؟ يبقى نافذ. يبقى اي عهد من خلق لخلق، انما اي عهد من خالق لخلق يبقى ده. قد تعاهد ربك على الايمان انما ما تضمنش الاغيار، لكن اذا عاهدك ربك على الجزاء فثق انه ايه؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. كلا دي اذا سمعتها فاعلم ان كلاما قيل قبلها، والله يريد ان يبطل هذا الكلام. يبقى كلا يعني ما يحصلش اللي انت بتقول، لو تيمنا ايه مالا وولدا. بعد ما قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا يعني بيوم في الايه، ساعة ما تشوف كلا هتعرف ان الكلام اللي قبلها منفي والكلام اللي بعدها حجة على النفي دليل. اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي كتر خيرك والله اللي قبليه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي. هذا الحكم اللي هو بيقوله. ان كان عنده اشياء ده رب اكرمني واداني مثلا صحه واداني مال واداني مش عارف ايه، يبقى قربها لله، يبقى دي اكرام. يبقى المنقود فيه ايه؟ مش انه ربنا اتاه اللي اكرمني المنقود. اما اتيام الله له فهذا صدق، ان ربنا اتاه بس اتاه الاختبار، والاتيان لوحده ما هوش النعمه، انما النجاح في الابتلاء والاختبار هو النعمه. فانت لما بتقول ان اما الانسان اذا ما ابتلاه، لذلك سميت لا فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واذا قدر عليه يقول ربي اهان. نقول له الممنوع هنا ان انت خدت المال دليل الاكرام، دي اللي مش صح، وخدت الفقر دليل الاهانه، ودي مش صح. ولذلك رد على الاثنين قال كلا، يعني لا الاول صادق ولا الثاني صادق، الاثنين كذابين. كلا يعني ليس ايجاد المال معك دليل اكرام من الله، وليس اخذ المال من يدك دليل اهانه من الله. ليه؟ بده يعلم بقى. طب خدت مال ولا جعلتش مصرفه فيما احل الله، يبقى المال جه فتنه لك وتسقط، ولا يبقى اكرمك بقى، ولا اداك وسيله للاغواء والاغراء، بس يبقى دي اهانه هتسقط. كلا ايه بقى؟ عايز يرد بقى الحيثيه ايه؟ انتوا بتحبوا المال حب ايه؟ ولا تطعمون ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فكيف يكون إيتاء المال إكراما لك؟ بل هو إهانة. كلا، هو ألا أتين مالا وإيه ولد؟ قال له كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب إيه مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول، ده مش هنجيب له، ده احنا هناخد اللي معاه، ان نحن نرث الارض ونحن الوارثين. هو بيقول هيجيب لي كمان، نقول له لا ده يا ريت اللي هيروح يفضل، ده هيتاخد هو اللي هيرثه، وانت بتقول وولد هتجينا ايه هتجينا فرضا. ونرثه ما يقول اي بالنسبه للمال، وياتينا فرضا اي بالنسبه لايه؟ للاولاد. واتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزة. ايوه هناك بقى لأتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا ان الحق سبحانه وتعالى حكى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ قال الله من ادخل على مؤمن سرورا، اللي يدخل على مؤمن ايه؟ سرورا، اخذ العهد من الله.
أخذ العهد ومن صلى الصلوات بفرائضها وفي وقتها وبوضوئها أخذ عهدا على الله. يبقى أدي أخذ العهد، يبقى العهد يجي من كم حاجة؟ من حاجتين، يا تدخل السرور على مؤمن يقوم ده في خطة إيه؟ خدت العهد. يبقى ربنا قال ده هو اللي يبقى واخد عهد مني إن أنا بقى إيه؟ ما أدخلوش النار. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الإنسان لا يتخذ إلها أي معبودا، ما هي معنى إله يعني إيه؟ معبود. معنى رب يعني موجد ورازق، موجد من عدم ورازق من عدم، هذه معنى. يبقى الربوبية عطاء والألوهية تكليف. كان الأصول والمنطق إن اللي ده نعمة التربية تسمع كلام، إنما انت خدت نعمة التربية وبتاعه لما يقول لك اعمل كذا ولا تعملش كده إيه؟ سبته. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، يعني ده الأصول كده. ولذلك يقول لك هو الآفة في التربية إيه؟ العيل أبوه يقعد يشقى، أمه تحمل وترضع وتربيه وأبوه يشقى ويجيب له وإلى آخره، ولما يبقى شاب كده وبتاعه وحاجات زي دي ويطلع يروح صيد شوية ناس زيه أفاقين ويقعدوا إيه؟ يغروه بالأشياء بتاعه. يا أخويا دول كانوا فين وأنت ضعيف مالك؟ كانوا فين وأمك عمالة تعمل فيك؟ ده ما يصحش إنك أنت تسمع كلمة إلا مين؟ اللي كان حامل همك. ولذلك أصول التربية إن لما نيجي نربي أبنائنا نقول له يا بني أنا بجيب لك تاكل وبجيب لك تشرب وبجيب لك، حد في الشارع جاب لك دي؟ يقول لك لا. يقول له أنا لما أقول لك بقى كلام بقى مأمون عليك، يعني أنا اللي تعبت. اوعى تسمع كلمة من حد غيري، اوعى تطيع أمر من حد غيري، اوعى واحد يديك مثلا دلوقتي على الحاجة العصرية، اوعى واحد يديك وردة تشمها لأنه يمكن حاطط لك فيها اللي بيقود الى التعود ولا مش عارف، ولا اديك شوكولاته انت بده يخدرك وبده يبقى. اوعى تأمن حد عليك الا لمين؟ اللي اعطاك وانت اضعف خلق الله. انما هم يعرفوك وانت قوي كده وفتوه وشاب ومش عارف ايه وبتجري، لا اوعى اوعى. ساعة ما ندي لاولادنا المناعه من هذه الناحيه يقوم الولد يطلع قافل بق حتى ما يشربش من واحد بره كوبايه شاي، ما يشربش منه كوبايه ميه، خدش منه شوكولاته، كنتش منه ملبسه، لان ما حدش مأمون عليا الا مين؟ الا اللي تعب فيه وربيه تفهمه كده. يوم الولد من دول ساعه ما يطلع حتى ان كان هيجوع ولا بتاع يبقى اديله يا سيدي ازازه احط له فيها شويه ميه، اديله سندوتش يبقى ياكله، وتقول له اوعى تمتد لانك انت شايف البلاوي اللي بتحصل اهي. البلاوي اللي بتحصل بعدين تقودك الى التعود ولا تعمل مش عارف بك انهيار والى اخره. يبقى اذا اللي يدي نعمه ويربي هو اللي نسمع كلمته. هم خدوا عطاء الربوبيه وسابوا عطاء مين؟ عطاء الألوهية. واتخذوا من دون الله آلهة. طب اللي دون الله آلهة دول كانوا فين وانت بتترك؟ هم خلقوكم، هم عملوا فيكم ايه؟ طيب انت بتاخد آلهة من غير الله. انا اريد إله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني في امر ونهي، مش معنى كده؟ طب قول لي يا اخويا اللي بتعبد الشمس، الشمس تعبدتك بايه؟ قالت لك اعمل ايه ولا تعملش ايه؟ ولو عملت اللي هي عايزاه هتديك ايه؟ ولو ما عملتش هتعذبك ازاي؟ قالت لك الشمس حاجه من دي؟ اما تتخذ اله كده بدون اوامر وبدون تكليفات تبقى ده عمق ولا مش عمق؟ فاي اله دون الله نقول له تعالى، قال لك ايه الاله اللي انت واخده ده؟ طب امال الناس بتصدق ليه؟ قال لك لان التدين طبيعته في النفس، لكن آفته انه بيطلب من الانسان على خلاف شهوته، شهوته في حاجه يقول له بلاش دي، وهو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل اللي على كيفه ويبقى متدين، يعمل اللي على كيفه ويبقى ايه؟ يقوم يروح للآلهة اللي ملهاش تكليف دي. طب هي كلفتك بايه؟ قالت لك ايه؟ قالت لك ما تشربش خمر، قالت لك ما تكذبش، ما قالت لكش حاجه. تبقى والله كويسه الآلهة دي قوي اللي انا هقعد اعبد فيها اهو من على كيفي واعمل اللي على كيفي، انما الاله اللي عايز تكليفات لا بلاش ايه؟ بلاش ايه؟ ولذلك ده السبب في انك انت تجد ناس مثقفين وعقولهم كويسه وفيهم نضج، وبعدين يجي واحد دجال يقعد وياهم شويه يروح قايل لهم شويه يقولوا لا الاختلاف ده العصر اقتضاه ده مش عارف ايه ده يقول لك والله ده دين كويس دي، ويبقى مقنع نفسه بانه ايه؟ انه متدين وانه على دين، انما مش على حل شعب. هذا السبب في رواج هؤلاء الدجالين انهم بيطمنوهم على ان ده دين، انما ملوش مطلوبات، وما دام دينه ملوش مطلوبات يبقى والله كويس ده ولا مش كويس؟ يبقى كويس قوي. واتخذوا من دون الله آلهة
ليكونوا لهم عزة. ما هو العز؟ العز هو الغلبة والامتناع عن الغير. يعني ما فيش واحد ينال منه شيء. يقول لك ده عزيز، عزيز يعني ما حدش يقدر يعمل ايه، ما حدش يقدر يعمل فيه حاجة. بقى ليكونوا لهم عزة. طب قول لي كده هيعملهم ايه دول الآلهة اللي هتردهم؟ كلا برضه هيرد، هم هيكفروا بيهم، الآلهة نفسها هتكفر بدول ويكونون عليهم ضد، ويكونون عليهم ايه؟ يبقى هو خده على انه ايه؟ عز، ولكن ينقلب هو يبقى ايه؟ ضد. طب الملائكة اللي الناس اللي عبدوه، ربنا هيقول للملائكة هؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا بل كانوا يعبدون الجن. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه؟ اتبعوا، وتقطعت بينهم الايه؟ الله. يبقى دول حييجوا في الآخر. ولذلك ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. يريدوا حتى يسمع ولا يستجيبش، إنما لا يستجيب وهو إيه عن دعائه إيه؟ وهم عن دعائه إيه؟ أيوه. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم إيه؟ غافلون. ليكونوا لهم عزة. قالت فلانة لأبيها، فلانة دي كناعة عن أي واحدة، قالت فلانة لأبيها يا أبت ما حملك على أن تقبلني مخطوبة لابن فلان؟ يعني البنت بتقول لأبوها إيه؟ ما الذي حملك على أنك أنت تقبل أن تكون مخطوبة لابن فلان؟ إيه اللي عجبك فيه يعني؟ قال لها يا بنية إنهم أهل العز وأهل الجاه وأهل الشرف وأهل القوة والمنعة. قالت له يا أبتي إنك قدرت أن يكون بيني وبين ابنهم ود، ولم تقدر أن يكون بيني وبين ابنهم كراهة، فإن كان بيني وبين ابنهم كراهة سيكون ما قلته ضدك، وتبقى أنت اخترت خناقك، يبقى قوي عليك. أنت ضامن أن أنا أبقى كويسة وإياه، ولا من الممكن أنه إيه يكره؟ طب لما يكره يبقى العز والجاه والسيطرة والقوة ضد مين بقى؟ ايه هي دي ليكونوا لهم عزة؟ قال لك لا، ده هيبقوا عليهم ايه؟ ضد. قال لك في ناس آلهتها المال، والمال قوم ان بدا المال قائلا انا المال قال القوم اياك نعبد. يقول له يا خايف ده انت، ده انت فاهم انه هيبقى تعتز بالمال، ده هيبقى ايه؟ نكل عليه يوم يحمى. افتكر يوم يحمى عليه في نار ايه؟ فتكوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم وظهورهم. يقول لهم هذا ما كنزتم لانفسكم لتعتزوا به. يبقى انتوا قوتوا الكي ولا ما قوتوش ايه؟ كل ما يكثر البتاع هيبقى الكي ايه؟ هيبقى الكي. وبعد ذلك ياتي بالترتيب الطبيعي لوقوف الجحود عند صاحب المال امام البقيع. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ايه؟ جباههم وايه؟ وجنوبهم وظهرهم. ثلاث مراحل. قال لك ايه؟ قال لأن اول ما يجي اللئيم الغني ساعة ما يجي له المحتاج، ساعة ما يشوفه وجهه يتغير ويشيح بوجهه عنه كده، ادي اول مرحلة. وبعد ما يشيح بوجهه يجي يقرب شوية يقوم يديله ايه؟ جنبه. وبعدين يقرب له شوية يجي له من ناحية يديله ظهره. يبقى العذاب على قدر هذا. يوم يحمى عليها في ايه؟ في نار جهنم. فتكوى بها ايه؟ جباهه. وبعدين تكوى ايه؟ جنوبهم. وبعدين تكوى ايه؟ يبقى لما يبالغ بقى في المال يبقى عمل ايه؟ يبقى كنت انت عايز عز بقى لك ايه؟ ضد. كلا سيكفرون بعبادتهم. الله. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم ايه؟ كافرين. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، لأنهم هيشهدوا. ده حتى الجوارح اللي تمتعت بمعصيتك هتشهد عليك، انت متعته وبعدين تشهد عليك يوم القيامة. الله يوم ايه يقول تشهدوا عليهم ايه؟ ألسنته وأيديه، مع ان اللسان قال اللي على كيفه وشتم وسب ده وقال لا ما فيش اله، وقال اللي على كيفه مش كده ولا، والودن سمعت اللغو والعين شافت المحرم وكلها وتمتعت. أهم دول هم اللي هيشهدوا، انت متعتهم انا. قال لك ايه ده كلام صح. ليه؟ لانك غفلت عمن كان يجب ان لا تغفل عنه، وذكرت
عمن كان يجب ألا تذكره. فيجي الإله اللي أنت اتخذته ده، أنت تركت الإله الحق ورحت للإله الإيه؟ الإله الباطل. يقوم الإله اللي تركته الحق اللي تركته هو اللي يبان لك ويمسكك، والإله اللي أنت خدته الباطل هو اللي يتخلى إيه؟ يتخلى عنك. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. الضد هو الإيه؟ العدو المخالف لك، والذي يحاول أن ينكل إيه؟ ينكل بك. ثم يقول الحق لرسول الله: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الأز هو الهز الشديد بعنف، وهو زي ما تقول النزغ برضو في آية ثانية: وإما ينزغنك من الشيطان إيه؟ نزغ. وهو الوسواس. يبقى الهز هو إيه؟ هز بعنف وإزعاج. ولذلك انت لما تشوف واحد اتنين كده يكون عمال بيحرضوا على فسك ولا على حاجه، بده بنت جميله يشوف ايه، يجي يفرحوا كده شوف، ويروح نغزه كده يقول له يا اخي تلحلح شويه، اهي النغزه دي هي الاذى، اهي هي النغزه دي ليهيجه على المعصيه وعلى الشر. يبقى الاذى هو الهز الشديد بازعاج، ويعبر عنه القران مره بالاذى ومره بالنزغ ومرة بالوسوسة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ينزغنك يعني إيه؟ ينغزك كده النغزة علشان تهيج إليه على الشر. والوسوسة أيضا. ولذلك تجد النزغ يأتي بمعنى الطائف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذن خدنا الأز هذه واحدة، النغز، الوسوسة، الطائف، كل دي أمور الإيه؟ الشيطان. لنا سؤال يقول: إذا كان الله قد كره ما يفعل الشيطان بالإنسان المؤمن أو الكافر، فكيف أرسله الله عليه؟ هو بيقول إحنا أرسلنا الشياطين، يبقى الشياطين مرسولين لمهمة، يبقى بيؤدي مهمتهم. أم قال لك إيه؟ وما هي مهمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، يؤمن واحد بقى يحرضوا على انه ما يؤمنش، يقوم المؤمن الصلب يعمل ايه؟ يقف امام الشيطان يقول له لا انا ايه؟ انا اؤمن. طيب الشيطان احنا قلنا له تاريخ مع الانسان الاول وهو ادم، امتنع عن السجود فعاقبه الله بالطرد من الجنه، وبعد ذلك قال انظرني لاغوينهم اجمعين عشان يخلص من ذريه ادم ما ناله بسبب ايه؟ بسبب ادم. وقلنا ان الشيطان وسائله متعددة، هذه الوسائل المتعددة يجي يعمل ايه؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ادي اول منهج. اذا الشيطان مش هيقعد على الطريق الاعوج، لان صاحب الطريق الاعوج ليس في حاجة الى الشيطان. يبقى الشيطان بيعمل ايه؟ يجي على الطريق المستقيم ليصدك ايه؟ ليصدك عنه. طيب وبعدين أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم، يعني من أمامه ومن خلفه وعن أيمانهم وعن شمائله. طيب ترك جهتين، الجهات كام عندنا؟ الجهات ست: أمام، خلف، يمين، شمال. ما جابش لا الفوق ولا التحت. قال لك إيه؟ لأنه يجي لده إزاي؟ من كان مرتبطا بعز الألوهية الأعلى وذل العبودية الأسفل لا يأتيه الشيطان أبدا، مش ممكن، ما يجلوش الشيطان. إذا الشيطان بيعمل له إيه؟ الغفلة. طيب الشيطان برضه ساعة أقسم قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني قال هي مش شطارة مني إنني أغوي عبادك، لا، وإنما عزتك عن خلقك وتركك لهم الخيار في إن اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش ما يؤمنش، هي دي المنفذ اللي أنفذ منه، بدليل أن الذي تريد أن تصطفيه أنت وتستخلصه لنفسك لا أستطيع أن آخذه إلا عبادك منهم المخلصين، دول اللي ما اقدرش عليهم. الله. إذن المعركة ليست بين الشيطان وربه، إنما المعركة بين الشيطان ومين؟ والإنسان. يجي يقول طيب ما دام الشيطان هيقعد على الصراط المستقيم هيجي على الكافر ليه بقى؟ أم قال لك أيوه هيجي على الكافر، لأن الكافر بفطرته يميل إلى الصراط المستقيم. برضه الكون كده قدامه يقول مين اللي خلق ومين اللي عمل، يجي ساعة من الساعات يعمل إيه؟ يقوم الشيطان يجي له بتطلع المستقيم بتاع الفكر اللي يخليه مين؟
يؤمن بالله يقوم هو يجي. ولذلك الشيطان له عمليتين، يا ينزغك علشان يحرك فيك شهوة، يا ينسيك طاعة. ولذلك يجي الاثنين، وما أنسانيه إلا الشيطان. يبقى في الطاعة إيه؟ ينسيها، يجيب أشياء والضباب كده عليها ويخليك تنساها. وهناك وإما ينسيهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الإيه؟ مع هؤلاء. الله. إذن الشيطان له وسائله الإيه؟ الخاصة. فالحق سبحانه وتعالى يقول احذروا الشيطان. الشيطان يحارب في الإنسان فطرته الإيمانية، وفطرته الإيمانية تدعوه إلى أن ساعة كده يروح يفكر أن الكون ده لازم يكون له خالق، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا. إذا كان الدليل على الوجود الإلهي دليل فطري، مش عايز فلسفة. العربي لما مشي كده أم لقى البعر في الصحراء ولقى أثر قدم على الرمل، فقال إذا كانت البعرة ده تدل على أن بعيرا كان هنا، والقدم ده يدل على أن ماشيا كان يمشي هنا، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على وجود لطيف خبير؟ الله.